دعوك فاستغفر الله. دعوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول
ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وأيضا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء.
حسن أولئك رفيقا ومن يطع الله ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل
ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
وما لكم لا تقاتلون والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله الذين
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال وقالوا ربنا لما كتبت علينا لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل وقالوا ربنا
وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا ادرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا وإن تصبهم حسنة يقولوا
وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا وأرسلناك للناس رسولا.
ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ما أصابك من حسنة وَيَرَى الَّذِي تَقُولُ اللَّهُ
فارض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فارض عنهم وتوكل على الله وكفى فلا تدبرون القرآن فلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صدق الله العظيم. قواعد أسسها الإسلام الحنيف بأنه لن تجوز طاعة الله بدون طاعة سيدنا رسول الله، تطبيقا لقول ربي من يطع الرسول فقد أطاع الله، وتشريعاً بقول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. تلاوة مباركة أمتعنا بها هذا العلم الكبير أحد أعلام دولة التلاوة، فضيلة القارئ الشيخ رجب طنطاوي، يهدي ثواب التلاوة إلى روح أمنا الراحلة الكريمة والمربية الفاضلة. أسأل ربي أن يجعل هذا القرآن نورا يتقاطر عليها في قبرها. مشاركين العزاء الشيخ أشرف أحمد سليمان أبو رحية، حج عماد أحمد سليمان أبو رحية، سيد المستشار مجدي بيك أبو رحية، الشيخ عيد أبو رحية، ومشاركين الشيخ عاطف أبو رحية، السيد الرائد نبيل أبو رحية، أخي وصديق عمري الموقر محمد مجدي أبو رحية، آل أبو رحية بعموم عرب الغديري على مستوى مركز توخ وقرى مركز شبين على مستوى القديوبية. أشكر لكل من أتى وقدم واجب العزاء من قيادات وزارة الداخلية والأمن الوطني والقوات المسلحة، علماء الأزهر والأوقاف ونقابة الصحفيين والإعلام، كما أشكر باسمكم هذا القصر المشيد لكبرى مخازن الفراشة والهندسة الإذاعية والصوتية المهندس عمرو سقوط، كما أشكر أولاد أبو إسماعيل للخدمات الفندقية المتميزة
واللقاء في شرف وفخر لعهد تصوير الحفلات القرآنية المتجول عبر ساحات عرش التلاوة في جمهورية مصر العربية، ويتحفنا بأرقى التلاوات عبر الشبكة العنكبوتية المهندس أحمد الجعبري. الجمع الكريم، ها هو الليل قد عسعس والصبح قد تنفس، وما من بدر أشرق إلا وله غروب، لم يتبقى على أذان المغرب إلا دقائق قليلة. حين ذاك يتوقف الإرسال بحضراتكم على أمل اللقاء بكم على خير عقب صلاة العشاء إن شاء الله، وإلى أن نلتقي تصحبكم سلامة الرحمن. لكم تحياتي مصطفى وهدان من أسرة المذيعين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.